السلام عليكم. اليوم في الشيوات امي ان شاء الله راح ندير لكم الحلوه تاع الجوزه، يعني تخدم بهذا المول، تخرج لنا يعني الحبه على شكل حبه تاع الجوز وندير لها الحشوه تاعها. المقادير واش راح نحتاج مباشره مع المقادير؟ اذا راح نحتاج 125 غرام تاع لا مارغارين تكون طريه، زوج حبات تاع البيض، موف كبيره تاع السكر كلاصي، نص كاس تاع لا مايزينا، موف كبيره تاع لافاني، راني قلتها ونعاود معليش حبيباتي، الخميره تاع الحلوه مغرف صغيره تاع خميره الحلوه، والفرينه باش نلمو العجينه، والقرصه تاع الملح. ندوز مباشره لطريقه التحضير. اذا ندير لا مارغارين تاعي، نديرو سكر كلاصي، لا مايزينا، وزوج حبات تاع البيض، نبدا نخدم بهاد المقادير مع بعض حتى تولي لنا اون كريم. وصفة سهلة وبسيطة، تنفع بزاف يعني المناسبات الأعياد، بزاف شابة وتخرج بريزونطال هاد الحلوة. نفتح مليح هذيك الزبده وتكون طريه، تكوني خرجتيها من قبل من الفريجيدار، ما تكونش بارده يعني من الثلاجه. اذا ندير شويه تاع لافاني، عفوا، حوالي مغرف كبيره تاع لافاني، لافاني تقدري ديروا واش حبيتو، ديروا البودغ ولا الليكيد ولا واش حبيتو، واش عندكم المتواجد تاعكم ديروه. الان نضيف الفرينه، بسم الله، نلمو العجينه تاعنا، عجينه كيما الصابلي، ومغرف صغيره تاع خميره الحلوه. اذا نبدا نلم في العجينه تاعي، انا درت لكم مقادير قليله، واللي يحب كميه اكبر يضاعف المقادير فقط. كما دائما نوصيكم العجينه دائما تتلم غير بصباحتين، مستعملوش يدنا كامل حتى ولو عملتو مقادير كثيره، يعني روني غير بالعبر باش ما تغبنكش العجينه وتحيري فيها. كي تكملي هذاك العبر زيدي روني عبر واحد اخر، خاصه المبتدئات يعني نوصيهم دائما كي تحبوا تسيو اي حلوه ديروا عبر صغير حتى يولا نجحت لكم باش تضعفوا المقادير، هكذا باش ما تكونش الخساره كبيره بزاف. اذا ها هي العجينه تاعنا، نلمها مليح، اذا هنا انا بديت نطيب من قبل، طيبت حبيبات راح نقول لكم كيفاش نطيبوا فيه. اول حاجه اذا كان المول تاعكم جديد واش ديروا، هو سخون تدهنوه بالزبده، يكون جديد اول مره باش ما يلصقلكمش بهذه الطريقه. مع واش ندير، انا نكون موجده كويرات صغار ساعة على حساب لو مول تاعي كما نشوفوا، نحطوهم في الدوائرات، نبدوها النار، ولكن المول يكون سخون، لازم المول يكون سخون تاعنا بهذه الطريقة. نحطوهم من بعد لازم نعبزو مليح ونديروه فوق النار، النار تكون متوسطة، ونعسوهم بهذه الطريقة، وندور من الجهة الأخرى ونبقى نقلب حتى ياخد لون ذهبي. يعني هاد الحلوة مليحة اللي ما عندهمش يعني الكويزينيير لو فود،
طيبوها فوقنا ولا فوق تريبي يعني طابونا ولا واش حبيتو بهذه الطريقه. راح نعطيكم طريقه تاع الطهي تاعها بالتفصيل ونبقى نقلب فيها. تقدروا تفتحوا هاي مازالت بيضه تقدروا تشوفوا ليها عادي باش تدينا الشكل تاع المول تاعنا. لازم تعبزي مليح المول تاعك بهذه الطريقه يعني من الاحسن طيبه في الطابونه باش كويزيني تاعك ما توسخش وكل وحده واش عندها في دارها تخدم به بهذه الطريقه. اذا نبداو يطيبوا كي تشوفوا مخداو اللون ذهبي كما راكم تشوفوا. نخليهم حتى يحمروا مليح باش نحيهم بقاو لي هذه الجهه خليهم يحمروا. واش راح نتحصلوا على هادو لي مول كما نشوفوا يجوا مفتوحين يعني هذه الحشوه اللي حنعمرها. من بعد راح نحيهم كامل بالموس نحي هذه الاطراف بالموس ونتحصلوا على نص حبه عجوزه يعني بهذه الطريقه. وكي ندير حبه على حبه راح تشكل لك حبه تاع الجوز تاعنا مع الحشوه تاعها. اذا من بعد نعاود لكم كيفاش نشكلوا الحبات باذن الله. اذا هنا انا حكمت الحبات هادو اللولين خدمتهم نقول لكم كيفاش راح نخدمهم. اذا ها هما الحبات نحكموا موس يكون مليح ونحوا هذوك الاطراف غير بالعقل بلا ما تكسروا الحبه. هنا لازم تكوني تخدمي بحذر في هذه المرحله يعني باش ما تكسريش الحبه تاعك وما تكسرلكش. نحوا غير الاطراف بهذه الطريقه باش تشكل عندنا حبه تاع الجوزه تكون عندها لا فينيسيون شابه. اذا ها هي الحبه تاع الجوزه تاعنا ها هما الحبات. اذا انا حنكمل الحبات كاملين وهاد الفتات هذا لي شوت لي بقاونا ما نرموهمش راح نطحنهم ونزيدوهم في لافارس تاعنا ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا الان راح نكمل الحلوه تاعي. ها هي الجوزه اللي كنت طيبتها من قبل ها هما. هنا عندي كميه من المكسرات حاجه قليله لاني هاد الكميه تاع 125 غرام تعمل لي حوالي 23 حبه يعني 23 حبه كي نغلقهم يديروا لي 23 حبه. واش درت الان عندي كميه تاع المكسرات هنا درت الكاوكاو ندير واش تحبين اي نوع مكسرات ديريها. وهادو هذوك الطرف طحنتهم اللي نحيناهم كما طيبنا الجوزه ها هي. وكميه من المعجون المربى واش راح ندير نحكم هذوك المكسرات نزيد عليهم شويه تاع البسكويت طحناه يعني حسب نخلطهم لانه يعني ما عملتش انا كميه كبيره محش ياخذ لنا الحشو كبير. وندلهم المعجون يعني نلمهم بالمعجون بالمربى مربى المشمش طبعا حتى يشرب لنا مليح. هذه الحلوه راح تجي بزاف بنينه بهذه الطريقة. ها تلم عندنا الحشو تاعنا كما انا نشوفو نزيد لهم حاجة قليلة فقط باش الحشو تاعنا ما يجيناش ناشف. والحلوة تاعنا هذه ما فيهاش بزاف السكر لداخل درت لها مواف كبيرة فقط تاع السكر كلاصي يعني عادي الا كان الحشو حلو لانه الحلوة ماشي حلوة بزاف. نبدا بالطريقه اذا نخير الحبات اللي يكونوا كيف كيف بهذه الطريقه. ها هي حبه تاع الجوزه تاعنا اذا نعمرها نعمروا دوك الثقوب. هنا لكم الاختيار تقدروا تزيدوا حلو الترك هنا كما نقولوا ديروا كما حبيتوا. اذا ندير بهذه الطريقه نعمرها زيد نعمر النص الثاني نعمرها جوست باش كي ندير حبه على حبه تخرج لنا سوا سوا. ها هي الحبه تاع الجوزه تاعنا زدت لكم حبه اخرى دائما نشوفوا حبه مع حبه. نعمر حلوه سهله وكيما نقولوا تحمر الوجه
تقدميها خاصة في المناسبات بهذه الطريقة. اذا ها هي الحبة تاع الجوزة تاعنا. اذا واش راح ندير، انا حنكمل كامل نعمر الحبة تاع الجوزة تاوعي ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا الحلوة تاعي باش نعطيها انايا يعني شكل جمالي يعني اكثر، واش راح ندير راح نغلفهم في البابي الومنيوم. قطعت البابي الومنيوم تاعي مربعات كما رانا نشوفوا، نحكم الحبة تاع الجوزة تاعي ونغلفها بالالومنيوم. هكذا كتسير بها يعني لضيوفك او المناسبات تاعك. بزاف مليحه هاد الحلوه في الاعراس، في كل مناسبه مليحه يعني، راح تبان لك شغل اون سوربريز. والحلوه اصلا بالطريقه راح تبقى لنا عطريه مش راح تلبس لنا بهذه الطريقه كما رانا نشوفو. نغلفوها مليح، شوفوا كيفاش تجينا، نسقموها مليح بيدينا غير بالعقل. ها هي الحلوة تاعنا. اذا انا حنكمل نكمل كامل الحلوة تاعي ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هي الحلوة تاعي واجدة بعد ما كملتها كما رانا نشوفوا. هادو ما غلبتهمش يعني باش تشوفوا برك الشكل تاعها، انا حنكمل نغلفهم كامل. كيفاش تجي شوفوا الحلوة تاعنا كيفاش تجي، والله تجي روعة وتجي بزاف شابة. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. ولا عجبتكم الوصفة تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو، تشاركوا في القناة حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفة جديدة.